يجب أن نعرف كيف ستكون الأمور، لأنه في النهاية وكيف يكون التعامل مع هذا الحدث، وكيف تعاملت تلك الدولة مع هذا الحدث. يجب أن لا ننسى الضرب، كما أشار ضيفك العزيز، الضربة القاضية التي تلقتها عين الأسد بعد اغتيال الشهيد الحاج قاسم سليماني والشهيد المهندس، وكانت ضربة قاضية بالفعل. هذا يجب أن ننتظر. بالتأكيد هناك، إذا كانت أيادي ملطخة بدماء الشهيد الضيف، بالتأكيد ستكون الضربة قاسية، ستكون الضربة دقيقة، وسيتحمل ذلك البلد مسؤولية هذا العمل. أنا لا أتصور الإيرانيون يستطيعون أن يتغاضوا هذا الأمر بسهولة.